الملائكة خلقت من نور، وأخبر عز وجل أن لهم أيدي، قال تعالى: والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، وأخبر عز وجل أن لهم قلوب كما في هذه الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم، وأيضا لهم عقول خلافا لمن زعم أنه لا عقول لهم، فإنه يلزم من هذا أننا تلقينا هذا الوحي ممن لا عقل له، ولأن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم يدل على العقل، كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي لمن له عقل.